أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فإذا إذا اتصف شيء بهذه الصفات فهو الله سبحانه وتعالى، فليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه شيء ولا دونه شيء. وبقية المخلوقات هي قبلها، هي يعني قبلها شيء وبعدها شيء وفوقها شيء ودونها شيء. حتى أنهم تكلموا في مسألة خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار يوم القيامة، فقالوا هؤلاء سيخلدون، وإذا كانوا يخلدون فهم مستمرون في الخلود، فكأنهم شابهوا الله عز وجل في الأزلية. ويرد عليهم بعدة أمور، منها أنهم كانوا قبل لم يكونوا قبل ثم كانوا، وكانوا أمواتا فأحياهم ثم أماتهم ثم أحياهم، ثم إن خلودهم في الجنة أو في النار هي بتقدير الله عز وجل. فمن الذي خلدهم؟ هل خلدوا أنفسهم؟ إنما الله سبحانه وتعالى. فخلودهم ليس صفة ذات، وإنما هي من فعل الله عز وجل لهم، فلولا أن الله كتب لهم الخلود لم يخلدوا. ومع ذلك فالله تعالى يعلم خلودهم أيضاً.